يقول: فلتتم منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. كما هو معلوم أن الإيمان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله: حتى نتعلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. لكن كثيرا ما يذكر الله على الإيمان بالله واليوم الآخر دون ذكر بقية أركان الإيمان. الإيمان الأصل فيه هو الإيمان بالله، وبقية الأركان هي تابعة للإيمان بالله عز وجل. وإذا قال إيش؟ آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمن، كل آمن بالله، إيش قال؟ وملائكته وكتبه ورسله، صح؟ لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان باليوم الآخر. فإذا قيل إيمان بالله يعني وما تابعه من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله عز وجل، وذكر التأكيد عليه حتى قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم كرر فعل الإيمان، قال: وتؤمن بالقدر خير وشر، لأنه أصلا من الإيمان بالله عز وجل. وإنما يخص ذكر اليوم الآخر لأهميته، فمن آمن باليوم الآخر واستعد له، هذا يوم عظيم، يوم لا ريب فيه، يوم عظمه الله عز وجل وعظمه الرسل، فيجمع الله فيه الأول والآخرين. وذكر الله في سورة الفاتحة وأوجب علينا أن نقرأها في كل ركعة، ليس في كل صلاة، في كل ركعة. وفيه قول جل وعلا: مالك يوم الدين. فمن استحضر يوم الآخر وأن الله جل وعلا مالك يوم الدين، وفيه يوم الدين يعني يوم الجزاء الحساب، استقام على أمر الله. والله لا ننحرف ولا نضعف ولا نكسب من السيئات ولا نفتر عن الحسنات إلا بقدر ما نغفل عن اليوم الآخر. فلو تذكر أحد أنه أمامه يعني وراءه مستقبل يوم آخر استقام على كل شيء. لا نكفر باليوم الآخر، لكن الإنسان يغفل. فلذلك إيش؟ يذكر كثير اليوم الآخر بأسمائه الكثيرة جدا، وكل اسم لليوم الآخر ليوم القيامة فهو علم ووصف. ما في اسم ليوم القيامة ما له معنى، إن كان يوم البعث دخل المسبح، أيوة، إن كان يوم البعث أو يوم النشور أو اليوم الآخر أو يوم القيامة أو الحاقة أو الواقعة أو الزلزلة أو يوم الدين، إلا الأسماء هذه إيش تدل على معاني وحوادث تقوم في هذا اليوم. أما علم مجرد لا معنى له لا يوجد ليوم القيامة، اسم مجرد علم، علامة على هذا اليوم من غير أن يدل على معنى، على وقائع تقوم فيه من حشر ونشر وحساب وإدانة، وهو آخر يوم من آخر ليلة من ليالي الدنيا، صبيحته إيش؟ اليوم الآخر. ويوم القيامة تقوم فيه الموازين ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ويوم يحشر الله الناس ويوم يحاسبهم. كل أسماء يوم القيامة أعلام وأوصاف، فلذلك يأتي التركيز على ذكر هذا اليوم. حتى سور من القرآن سميت بهذا اليوم: سورة القيامة، سورة الحاقة، سورة الواقعة، سورة الزلزلة. لماذا؟ لأنه يوم عظيم لا بد من أن ندرك هذا اليوم شئنا ما بينه. أبدا أقسم الله عز وجل وأمر نبيه أن يقسم بأنه حق وأننا سنلتقي. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. بلى وربي أحق هو، قل إي وربي، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا اليوم لا ريب فيه، فلذلك يذكر. فإذا ذكر الإيمان فبقية أركانه تابع إذا ذكر الإيمان بالله فبقية أركان تابع الإيمان بالله، ويذكر اليوم الآخر لأهمية الإيمان به وحاجتنا إلى الإيمان به حتى نستقيم. فقال: فلتأتي منيته
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، ثم قال الشيخ بن سعدي: فهذا هو الميزان.